بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. الأخوات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. واللي أول مرة كيشوف القناة ديالي كنقول ليه مرحبا بك واشترك معايا وفعل زر الجرس باش يوصلك إن شاء الله كل ما هو جديد. اليوم في هذا الفيديو هذا درت معكم طريقة ديال الملاقية، ملاقية ديال العقيق، ملاقية ديال الجلابة بالطراسن وفي وسط منها العقيق، كنديروها بلاصه العقد كيجي شكلها زوين بزاف وراقي وكتجي الجلابه بها زوينه. كنبداو اول حاجه كنبداو كنديروا العوينات بالكابل. الكابل كي قلت لكم كنقول لكم دائما اول حاجه قبل ما نخدموا به كيخصنا نفوروه هو الاول باش يعطينا الطوع في الخدمه، ما كيبقاش ما كيعذبناش. وكنبقاو كنديروا العوينات على هذا الشكل هذا وعلى هذا الشكل هكا، عوينه بعوينه. كنعطيو كل عوينه كنعطيوها الخاطر ديالها، كنشدوها بالخيط مزيان باش ما كتحلش، وما كنزيروش الكابل فاش كنكونوا كنجيو كنلويوه ما كنبقاوش كنزيروه باش كتجي العوينه مرخوفه وزوينه وكتجي كل عوينه قد الاخرى. يعني كنخدم العوينه الاولى وكنضرب حداها جوج غريزات وكنجي كندير العوينه الاخرى تكون حداها وكنحاول نمشي بنفس العبار من الاول حتى الاخر. يعني ملي كنخدم العوينه يعني كنضرب بدوك جوج غريزات اللي كنضرب حداها، دائما كنبقى غاديه بدوك جوج غريزات، ماشي ما بين عوينه وعوينه درت مثلا ثلاثه الغرزات، بين عوينه اخرى وعوينه اخرى درت غرزه واحده، هكاك غادي يجي ما غاديش يجي الشكل ديالهم مزيان وكيبغيناه، ضروري غادي يكون الفرق. اما فاش كتخدمي بنفس الطريقه باش بديتي هي باش كتكملي كتجيك الخدمه متقونه وكتجيك مزيانه. هاد كتشوفوا كنمشي مع العوينه كنشدها من جميع النواحي، ومني كنكمل العوينات كاملين على الطول ديال الجلابه اولا الا بغيت نديرهم ضريس في الكمام، كتجي المرحله الثانيه اللي هي ديال العقيق. هاد العوينات هادو كل عوينه كتجي كندخل فيها عقيقه، مني كندخل عقيقه كنشد كل العوينات هادو ما كتشوفوا معايا هنايا ما بين العوينه والعوينه كنشدهم بالخيط على جوج المرات باش كتجيني الخدمه متقونه والعقيقات كيكونوا شادين بلاصتهم مزيان. كتشوفوا الشكل ديالهم كيجي زوين بزاف وكتجي خياطه خفيفه وراقيه. ومنين كنكون كنخدم يعني دوك العقيقات كيكونوا داخلين شويه اللور ديال الجلابه كنحاول نبقى ندخلهم صبعاني هكا نطلعهم للفوق باش يجيو باينين. هانتوما شوفوا معايا منين كندخل العوينه كنشد العوينه اللي داخله فيها العقيقه مع العوينه اللي حداها وكنعاود الخياطه على جوج المرات باش كتجي مشدوده مزيان وكتجيني كي قلت لكم الخدمه تكون متقونه. ومنين كنكون خدامه كنجبد يديا مزيان كنحاول نجبد مزيان باش العقيقه ما كتبقاش الخيط ديالها ما كيكونش مرخي، حيت الا بقات العقيقه مرخيه ما كتبقاش شاده بلاصتها ما كتجيش مزيانه. نتاكد منين كنخشي العقيقه بلاصتها نتاكد بانها شاده بلاصتها مزيان، عاد كنتحول العقيقه اللي حداها وكنبقى مستمره بهذا الشكل هكا حتى كنكمل الصف اللي عندي كامل. انا هنايا خدامه في الكمام يعني درتو دريس، ملي كتخدميه دريس يعني كتكتفي هكا بالمرحله الاولى حيت هاد الخدمه هذه يعني كتقسم على ثلاثه المراحل. المرحله الاولى هي فاش كديري العوينات بالكابل هو الاول، كدوزي بالكابل هو الاول، كتجي المرحله الثانيه فاش كديري العقيقات وسط هذوك العوينات، والمرحله الثالثه هي فاش كتجمعي هذوك فاش كتجمعي الجلابه من الوسط.
هنايا هذا الكم يعني ملي غادي نخدمو غادي يبقى بحال هكا، كيجي الشكل ديالو تا هو زوين، فيه العقيق كيجي الشكل ديالو زوين. هانتوما كتشوفو معايا، والعقيق اختارتو يكون في نفس اللون العقيق اللي كاين في الطرزة باش يجي مواتي مزيان. ومني كنكمل دوك العقيقات كي قلت لكم كنخرجهم على برا، يعني مع الخدمه راه تيكونوا داخلين لداخل. مني كنسالي كنحاول بصباعي كنطلعهم شويه لفوق باش كيجيو باينين. ومني تكونوا بغيت تخدموا، ماشي مثلا نتوما درتوا العوينات صغارين وتاخدوا ليهم العقيق يكون كبير، يعني دائما العقيق كناخدو في نفس الحجم ديال العوينات اللي عندي. كما قلت لكم منين كنجي ناخذ العقيق ولا مثلا الا درت العوينات كيخصني ناخذ العقيق اللي يجي معاهم هو هذاك، يعني ماشي انا درت العوينات مثلا صغيورين وناخذ ليهم العقيق اللي يكون كبير، لان النمره كبيره بطبيعه الحال ما غاديش يدخل فيهم، ما غاديش الشكل ديالهم خايب. كذلك ومثال الا درنا العوينات الشكل ديالهم بحال هكا ودرنا العقيق اللي هو صغيور، غادي يجي كيلعب في وسط من هذوك العوينات، ما غاديش يجي مزيان. كنحاول ناخد العقيق هو الاول، وقبل ما كنبدا البياسه كامله كنجرب في الاول ديال البياسه، ولا كنجرب شي طريف ديال الثوم، وكنشوف الشكل ديال العوينات، القياس ديال العوينات اللي غادي ندير، ونشوف هذاك العقيق اللي خديت واش غادي يجي هو هذاك ولا ما غاديش يجي مزيان. اللهم نجرب من الاول ولا حتى نكمل الخدمه الاخر ويجيني داكشي ماشي هو هذاك. يعني ضروري يكونوا العوينات يكون داخل فيهم العقيق، يكون شويه مزير عليهم باش ما تيبقاش يلعب وتيكون شاد بلاصتو مزيان. ومني كنكون خدامه ضروري كيخصني نبقى نعبر مره الملاقيه ديال الوسط باش ماشي حتى نسالي وتجيني جهه كبيره وجهه صغيره. يعني ملي كنبدا الملاقيه ديال الوسط ديال الجلابه كنعبر، كنشد الجهات الكوليه الاولى الجوايه بجوج مع بعضياتهم، كنقيس وكنبقى خدامه شويه وكنعبر، باش ملي كنوصل للجلايل ديال الجلابه ولا ملي كنسالي ما كيجينيش الديكالاج، ما كتجينيش جهه طالعه وجهه نازله، كيجيني داكشي قياس واحد. والخدمه عاوتاني ولا الملاقيه كيخصك تكوني خدامه وكت يعني كتشدي الجلابه مزيان، يعني كت الخدمه تكون متقونه، يعني ماشي هي تضربي غرزه حدا غرزه وتقولي غادي نسالي دغيا ونكمل، لا. يعني الملاقيه نعطيها خاطرها بشويه بشويه باش ما كتحلش الجلابه، يعني ماشي تلبسها مولاتها مره ولا جوج صافي وتحليها، يعني راه ما درنا والو، يعني ماشي خدمه هذيك. يعني نخدم ونعطي الخاطر غريزه حدا غريزه حتى وكان سالي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الجلابه، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، والى عجبكم ديروا لي جيم، والى فيديو قادم ان شاء الله، وشكرا على المتابعه.